السيد رئيس المجلس. مطالبة الحكومة بإعادة النظر في معايير التيسير بشكل عام، وعلى وجه الخصوص التسعير المرتبط بالقرى والنجور بالعزب والنجوع والقرى بما يتناسب ويتصل مع الحدود الحد الأدنى للتسعير الوارد بالنص التشريعي بالمشروع المقدم للحكومة. اثنين، إعادة صياغة مضمون البيان الإعلامي بحيث يتضمن ملامح واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل فيما يخص مستويات المخاطبة بالانتفاع بهذا التشريع، وأن المبتغى والفلسفة الذي صدر هذا التشريع من أجلها هي محل طرح في البيان الإعلامي على أن تقوم على تسويق منافع القانون مستهدفاً القبول الطوعي. ثلاثة، دراسة الطلبات المنطقية لمدة الفترة، والحقيقة يعني النهاردة ما أعلنت عنه المهندسة نفيسة بيعني شبه استجابة لهذا المطلب، أعتقد أحد أهم مخرجات هذه الجلسة. أربعة، ضرورة التوجيه المركزي من خلال حالة توافقية بين الوزارات المعنية بعقد دورات تدريبية لجميع المرتبطين والقائمين على التنفيذ وتوضيح فلسفة ومبتغى هذا القانون الذي يستهدف تحقيق السلم المجتمعي أولاً، ثم تحصيل مبالغ تساعد الدولة والحكومة على الوفاء بتقديم خدمات كريمة تليق باسم الشعب المصري العظيم. أربعة، مراجعة كافة أوجه القصور التي أثيرت في هذه الجلسة من قبل كل من معالي السادة النواب المقربين وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي وقيادات نقابة المهندسين وكذلك نقابة الزراعية. هم تحدثوا عن بعض وقائع الفساد الإداري وبعض الملامح والإشارات حول الفساد المالي للبعض، تحدثوا عن القصور الإداري في عمل اللجان، تحدثوا عن تطبيق الإزالات في ذات الوقت الذي يتقدم المواطن بطلب التصالح مخالفين في هذه التطبيقات صحيح وروح القانون، تحدثوا عن استفسارات بخصوص أراضي الجمعيات التي تم تغيير النشاط من زراعي إلى سكني إلى آخره من ملاحظات كثيرة في هذه الجلسة. ستة، التوجه فورا نحو ما كانت هذه المنظومة برمتها لتحقيق المبتغى، فهذه قطاعات لا يمكن أن يتخيل أحد من الخبراء والمتخصصين في الشأن المحلي والمستوعبين لحجم المنظومة البشرية، سواء المنظومة البشرية العاملة في مجال الجهات التنفيذية أو المنظومة البشرية من المنتفعين ألا وهو المواطنين. هذه تراكمات وموروثات لا يمكن بأي حل من الأحوال أن يتم حلها بين ليلة وضحاها، وبالتالي نحن نستهدف اتساع خاطر طول أمد من صف الملف بالراحة بالتوعية وبقبول طوعي زي ما تحدثنا، وبالتالي من أهم مقومات التطبيق الجيد هو الميكنة لأنها سوف تحل كثير من القصور أو أول القصور التي أثيرت في هذه الجلسة. أخيرا،
جاءني في مضمون اعتذار معالي وزير التنمية المحلية السيد اللواء محمود شعراوي، بأنهم حرصا من الوزارة على التعاون مع السادة أعضاء المجلس وفي إطار التعاون مع لجنة الوزارة المحلية، فإننا على استعداد لعقد اجتماع بحضور السيد وزير الإسكان جهة إصدار القانون والأحاديث من كبير وبالتنسيق بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان مستقبلا لعرض ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى آخر. الحقيقة إحنا بعد العرض على دولة رئيس المجلس الموقر الموافقة على استضافة اجتماع بالبرلمان رباعي مغلق يضم كل من السيد وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، رئيس إدارة لجنة الإدارة المحلية، ورئيس لجنة الإسكان. هذا الاجتماع سوف يتم الترتيب له بمعرفة أمانة المجلس الموقر وممثلي تلك الوزارات، ممثلي الوزارات في هذه الجلسة خلال فترة قريبة إن شاء الله، بعد تفريغ كافة المستندات التي أودعت في هذه الجلسة وبعد إعداد ملامح للتوصيات الصادرة من هذه الجلسة كمسودة تقرير قبل اعتماده، يكون هو مناط جدول أعمال هذا الاجتماع حتى يعني نخرج به بمخرج إيجابي. ما عندناش أي مشكلة، احنا كنا نطمع في ان احنا لو كان التمثيل السياسي على المستوى الذي يعني كنا نرتب له ان يخرج بيان مشترك من المجلس والحكومة لسد اي غلط، لكن انا اعتقد ما انتهت اليه الجلسة اليوم يعني كافية في المرحلة الحالية لطمأنة المواطنين بالكامل في مكتسبات جيدة جدا انتهت اليها هذه الجلسة، وهذا المقترح نحن نوافق عليه في سبيل يعني ان شاء الله تأكيد المؤكد ولا يوجد اي خلاف. اعتقد تحدثنا عن التسعير وتحدثنا عن مد المدة وتحدثنا عن التقسيط ودراسة مدة يعني التقسيط الى اخره من تيسيرات نتعامل بها من خلال هذا الملف. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبعتذر على الإطالة.